هذا يسأل يا شيخ عن المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، وما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت؟ المواقيت الزمانية هي قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقت الحج، الإحرام بالحج، وأداء مناسك الحج في هذه الأشهر المعلومات: شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، فيحرم بالحج فيها، لا يحرم بالحج بعدها ولا قبلها. وأما أداء المناسك فهو في وقته، في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، في وقته، ورمي الجمار والطواف والسعي في وقت الحج. نعم.